يعد مشروع الصرف الصحي وأحواض المعالجة في منطقة الفشلة بمديرية تبن بمحافظة لحج من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي سوف تنقل وضع المدينة وضواحيها إلى مستويات أفضل في الجانب البيئي. وضع الصرف الصحي يعتبر يعني من أقدم مشاريع من الثمانينات، وتعرف الآن تعرف مع توسع هذا العمراني الآن صبحت المجاري لا تستوعب كمية مياه الصرف الصحي في المحافظة. وفي مشروع كان قبل هذه الأحداث التي حصلت وكان ناجح 100% في منطقة الفشلة. نحن الآن بصدد إنه معانا المشروع هذا، والمشروع أهمية استراتيجية، والكل لابد أن كل القوى وكل الموجودة وكل الفئات الاجتماعية وكل الذي الشخصيات الاعتبارية والاجتماعية أن تساعدنا في عملية الحفاظ على المشروع والاستمرارية وعادة الاستكمال هذا المشروع، وخاصة في الحفاظ على وحدة المعالجة والأراضي الخاصة الموجودة داخل هذه المنطقة في منطقة الفشلة. المشروع المقدر مساحته بستة كيلومتر مربع تسلمته مؤسسة المياه في العام 2011، وقامت بتسوير جزء من مساحته وأنجز منه ما يقارب 47%، وتوقف العمل به بسبب عدة عوامل، وتعرضت أجزاء واسعة من مساحته للنهب. المساحة الموجودة منها 2 كيلو في 3 كيلو اللي هو تم عملية اللي هي تصوير المشروع حوالي حد المعالجة في كيلو، وإنشاء حوالي 12 حوض للمعالجة، وتم أيضا توصيل إلى خطوط إلى ما قريبة من المعالجة خط المعالجة، إلا أنه نتيجة الأحداث تم توقيفه. سلمنا الأرض في 2011 إلى مكتب المؤسسة العامة للمياه لاستغلالها في أحواض ترسيب المياه والمجاري للقرى الحوطة وما حواليها وتبن. ومنذ 2011 تم عمل المرحلة الأولى الذي هي كيلو في كيلو تشويرها وعمل عدة أحواض فيها، إلا أنه مؤخرا تم الاعتداءات عليها في بعض المناطق وعمل كسارات داخلها. احنا بلغنا الجهات المختصة على أن يعني يروحوا يمنعوا دور ال، وقبل 3 أو 4 أيام أو 5 أيام نزلنا احنا والمحافظ والوزير ونشوف هذا المواقع، وصلح المحافظ أمر بوقف جميع الأعمال في أحواض المعالجة حق الحوطة والغري في تبان. واجتمعنا اليوم على أننا نحدد احنا والأراضي ونحدد موقع المجاري وبقي بعدين يتصرفوا بالأراضي وعقارات الدولة. هذا تحركات عديدة من قبل الجهات المختصة لإعادة الحياة للمشروع الاستراتيجي وخاصة أحواض المعالجة، إلا أن مساحة المشروع تعرضت للاعتداء والبسط عليها من قبل بعض الجهات، وهو ما استدعى السلطة المحلية بالمحافظة لتشكيل لجنة خلال الأيام الماضية لتحديد ما تبقى من مساحة أحواض المعالجة ومعالجة مشكلات المعتدين وإبعادهم عن مساحة المشروع. في تعديات المشروع اللي في الفشلة، مشروع ضخم يعني بيستفيد منه أبناء الحوطة وأبناء تبن والقرى المحيطة عليها. مشروع مكتمل مشروع، لكن حصل بسط من قبل منفذين، بس الحمد لله أننا تلاحقنا. تم إبلاغ المحافظ السلطة المحلية في المحافظة وعامل آخر محافظ يعني رحلة إلى هناك وقاموا بعض الإجراءات، وتم أمس اجتماع لأجل هذا الموضوع وتشكيل لجنة، وإن شاء الله يقومون بالقريب العاجل بأقرب يعني بحلول جادة لتفعيل هذا المشروع، لأن هذا المشروع يعتبر إنجاز كبير لمحافظة لحج. نزلت لجنة مع الأخ وزير المياه للموقع وعملوا على توقيف الكسارات التي تمت في هذه المواقع، وتم الاتفاق أمس في اجتماع في المحافظة على اعتبار أن توقيف هذه الكسارات وإخراجها من إطار المساحة المحددة، ونحن منتظرين التنفيذ إن شاء الله. استبشر الأهالي خيرا بتحركات الجهات المعنية لإحياء المشروع، وهم يأملون بأن تواصل جهودها وتعالج المشاكل التي أدت إلى توقفه، مطالبين بسرعة تسوير بقية أرض المشروع حتى لا تكون هي الأخرى عرضة للبسط والنهب كما حدث خلال الفترة الماضية.